حرصاً على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، أنشأت بلدية مدينة أبوظبي منطقة ألعاب وتمارين رياضية جديدة تخدم أصحاب الهمم وأقرانهم على مساحة 1439 متر مربع في حديقة الأحياء السكنية رقم 24 بمنطقة البطين. وشملت الأعمال إنشاء منطقتين مظللتين، إحداهما للألعاب والأخرى لممارسة التمارين الرياضية لخدمة أصحاب الهمم وأقرانهم، حيث تضمنت أعمال منطقة الألعاب تركيب معدات ألعاب جديدة تخدم مختلف الفئات العمرية، بينما تضمنت أعمال منطقة التمارين تجهيزها بمعدات حديثة وتركيب شاشات لعرض تعليمات توضح كيفية الاستخدام حتى يتمكن مرتادوها من معرفة طريقة الاستخدام بكل سهولة. وقد تم تجهيز المنطقتين بأرضيات مطاطية لتوفير السلامة والمتعة للمستخدمين، بالإضافة إلى أعمال التجميل الطبيعي، إضافة جديدة لمرافق حدائق الأحياء السكنية تعزز التواصل بين كافة شرائح وأفراد المجتمع.